إلى العراق، أفاد مراسلنا في البصرة عن مقتل متظاهر وجرح آخرين في صدامات بين الأمن العراقي ومتظاهرين فرضت بعدها السلطات حظرا للتجوال في المدينة. وتأتي الاحتجاجات بعد نحو 3 أشهر من الهدوء النسبي في الشارع العراقي، بعيد أيام من استلام رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة. كما شهدت بغداد ومدن أخرى جنوبية البلاد مظاهرات للضغط على حكومة الكاظمي، واشتبك آلاف المحتجين مع قوى الأمن في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، بينما أضرم عشرات آخرون النيران في إطارات سيارات أمام مقر حزب الدعوة في مدينة الديوانية. وفي مدينة الحلة تجمع مئات المحتجين للمطالبة بإقالة المسؤولين المحليين متهمين إياهم بالفساد. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار، ومن البصرة مازن الطيار. أبدأ معك شفيق، إذن المزيد من التظاهرات تشهدها العاصمة واشتباكات مع قوات الأمن، هل هذه المظاهرات هي نذير عودة موجة التظاهرات التي انحسرت بسبب انتشار فيروس كورونا إلى المشهد السياسي؟ زاهر، طبعا الهدوء النسبي هو العنوان العريض لساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية، حيث يعني توافد العشرات ووقف أمام الحواجز الكونكريتية التي تغلق جسر الجمهورية وتفصله عن المنطقة الخضراء وهي معقل الحكومة العراقية. على العموم، على ما يبدو أن التوصيات التي أوصى بها زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر في تدوينة لوزيره محمد صالح العراقي، والذي قال أن فيه أن مقتدى الصدر قد أمهل الحكومة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي 100 يوم لتبيان أو لكي تكون مصدر تقييم لعمل هذه الحكومة. هذه التدوينة التي ظهرت يعني فجر هذا اليوم أو التي نشرت فجر هذا اليوم ربما ستؤدي إلى إضعاف وتيرة الاحتجاجات وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، بحسب أن يعني على اعتبار أن مقتدى الصدر ذو قاعدة شعبية عريضة في العراق وله يعني أنصار ربما كانوا يتواجدون في ساحات الاحتجاج والاعتصام وحتى في ساحة التحرير. على العموم، نعم، ننتظر ما ستتمخض عنه يعني مجمل العمل يعني العملية الاحتجاجية يعني بعد ساعات يعني من اليوم. دعني أنتقل لمازن في البصرة. مازن، أيضا يعني بعد هدوء دام 3 أشهر عادت المظاهرات بشدة إلى البصرة، واليوم تشهد حظرا للتجوال، يعني على الرغم من تولي الكاظمي لحكومته قبل أيام قليلة. ما مطالب هذه التظاهرات؟ كيف تنظر أيضا للكاظمي باعتباره رئيس الوزراء المكلف اليوم؟ نعم، بالأمس وبعد وجبة الإفطار انطلقت تظاهرات في البصرة في ساحة الاعتصامات، جاء إليها المعتصمون من مختلف مناطق البصرة رغم الحظر الذي فرضته القوات الأمنية والذي بدأ منذ الرابعة من مساء يوم أمس. لكن التظاهرات توجهت من ساحة الاعتصامات إلى مبنى المحافظة، وألقى المتظاهرون بيانا طالبوا فيه أسعد العيداني محافظ المدينة بالاستقالة، بل أعلنوا إقالته باسم الشعب كما صرحوا في البيان، وطالبوا بتولي جهات أخرى إدارة المدينة ستعلن لاحقا من قبل المتظاهرين. بعد عودة المتظاهرين في شارع تربية البصرة باتجاه الساحات وقعت مصادمات بين حرس في حركة ثأر الله في الشارع وبين المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل شخص فورا وإصابة عدد من الأشخاص، وأدت الإصابة لأحد الأشخاص إلى وفاته، وبذلك تكون الحصيلة وفاة 2 من المتظاهرين وإصابة 5
جرحى هي حصيلة ليلة البارحة. جاءت قوات في الرابعة فجرا واعتقلت الحرس الموجودين في مقر ثأر الله الإسلامي في مقر حركة ثأر الله الإسلامية. والآن ساحات التظاهر خالية. شكرا لك. وفق بعض المتظاهرين يقولون بأنهم سيفضون الاعتصام وسينطلقون بحراك شعبي مختلف عن السياق الذي كان معمولا به. مازن الطيار مراسلنا من البصرة، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا مراسلنا شفيق عبد الجبار من بغداد.